بكم. إذن التمكين الاقتصادي للنساء، دعم وتشجيع المبادرات المقاولاتية النسائية، وصول النساء إلى مراكز القرار، وأيضا تسهيل اندماجهن في النسيج الاقتصادي والاجتماعي أيضا بمنطقة يعني إفريقيا وأيضا بالعالم العربي بشكل عام، كلها مواضيع تناقش في منتدى ميدايز لهذه السنة. تحضر إلى جانب ضيفة للتفصيل في هذه المواضيع السيدة أماني عصفور، وهي رئيسة الاتحاد العالمي لأصحاب أو لصاحبات الأعمال والمهن، وهي أول على فكرة أول مرة امرأة إفريقية وعربية ترأس هذه أو هذه المؤسسة أو هذا الاتحاد يعني هذا الاتحاد. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. إذن بداية، $575 مليون تفقدها منطقة مينا لعدم تسهيلها وتيسيرها الاندماج الاقتصادي للنساء في المنطقة. كيف يمكن تفسير هذا التطبيع مع هذه الخسارة، وكيف يمكن أيضا تدارك واستدراك هذا التأخر الحاصل في المنطقة؟ إدماج المرأة في التنمية الاقتصادية هام جدا، وزي ما ذكر الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون إنه لا يمكن لعب الماتش الكرة بنصف الفريق، ونصف الفريق هي المرأة. إذا قلنا إن إحنا لازم يبقى هناك استثمار في الموارد البشرية والتي تشمل المرأة والشباب، في الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن، وهو مؤسس منذ 1930 يعني من 87 عام، بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وموجود ب 110 دولة. استراتيجية الاتحاد عامة وهي تعتمد على 3 محاور. أول محور هو بناء الشخصية بالنسبة للمرأة، إزاي أنها تقود فريق عمل، إن هي تتعامل مع البنوك، تعمل الشركات بتاعتها، تسوق المنتج بتاعها. وتاني محور هو التشريعات والقوانين اللازمة بالنسبة للمرأة، وإيه اللي ممكن تقدمه الحكومات. وتالت محور وهو المنتج بالنسبة للمرأة، إذا كان هذا سلعة أو خدمة، إزاي يكون له مواصفات عالمية ويكون له يكون منافس بالنسبة للمنتجات العالمية.